يعني انت مش هينفع عشان بقاله كذا شهر ما كانش فلوسه. طيب مبلغ قد ايه؟ 100,000 100,000 جنيه. قالوا له ايه جوه؟ قدمنا شكوى لسه بقى نشوف الشكوى توصل لايه. ما اتكلمش مع حد من اداره الزمالك؟ لا. طب هو هيسيب الزمالك ولا هيستمر؟ لسه مش عارفين بقى الشكوى تشوفها الشكوى. طب في حال يعني في حال توقف النشاط هو قال لي عروض خارجيه مثلا جات له او كده هي باذن الله. طب ايه العروض الخارجيه؟ من الكويت ومن قطر. من الكويت؟ ومن قطر. طب انا اتكلم مع ممدوح عباس او اتكلم مع حد من ربنا يسهل بقى. يعني اتكلم مع حد من اداره الزمالك ولا ربنا يسهل. طب الشكوى هترد عليه خلال قد ايه؟ لسه بقى مش عارفين لما يبقى في لجنه شغل. شكرا.